السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير عليكم خوتي، نهاركم زين إن شاء الله. جوني يا طوب خوتي، اليوم إن شاء الله راح نكملوا السجل على الماستر. أسمع ذو النصائح حبيبي وتبع مليح مليح، هذا والثقة في النفس راح تخليك تروح بعيد بعيد. ديديكاس كبيرة لخوتي خياتي في القناة، شكرا على الدعم المتواصل، ربي يحفظكم خوتي. إذا خوتي جميع البروجي في البداية يكونوا صعب، بصعب بعد غير تفوت تمارس يعني التطبيق معهم راح تسهل لك الحالة. هو أي بروجي خوتي دائما تلقى فيه صعوبات، ماشي ما كاش حاجة تجيك بالسهل، ثم لازم لك تتعب وصبر وأيضا يعني تداوم على الحاجة. بون خوتي، الآن عملية الفطم، فطم الفراخ راك تشوفوا ديجا راهم بداو يضربوا، هما يفوتوا 21 يوم يبداو راكو على بالكم يبداو يضربوا. احنا باش نتفاداو المشكل هذا يلزم علينا نفصلوهم على الام تاعهم. رانا جهزنا لهم قفص تاع طيور كبير، دوك نوريكم خوتي العزيز. هاو ليكم القفص خوتي، فوليارة كبيرة، فوليارة كبيرة هاي ليكم تاع طيور، نعمروها نديرو لها نجارة شابة. دوكا نحطو هنا باش نصورو مليح، نعمروها بنجارة جديدة خوتي، نجارة جديدة كيما هكذا كيما هذي. راني نستعمل نجارة الحمراء خوتي تاع الاتر، نجارة الحمراء شابة خوتي، شابة بزاف خير من البيضة. إلا ستو نجارة الحمراء مليحة، تكون حمراء ما تشمخش بالخف تاع الاتر، تجي صحيحة شوية. سي فرصة نستعمل هاني وهكذايا نفطمو الفراخ ديالنا الوليدات الصغار، نوجهوهم مباشرة لعملية البيع ولا نخيرو منهم نخليو شوية لينا لسلال. غادي نخلو مالش باب تما تاو كيفاش تاو كيفاش تسير الحالة. بون هكذا يكون كافي، ماما فيها بركة. هكذا اول حاجه نحطوها خوتي، نحطو لهم الخبز خوتي، باسكو على الخبز مليح هكذا نرميوه في الوسط، نقطعو مرصوات هكذا يابس يكون يابس. هذا خوتي العزيز يبداو بيه هكذايا، يبداو بيه خوتي العزيز. والان اخواني راح نفطمو الفراخ تاعنا، راح نفطمو الفراخ ديالنا بالواحد دوكا حتى نحوهم كامل. على بركه الله، بوزيو الكاميرا في بلاصه شابه باش يبانو لكم هكذايا ولا هكذا خير بالعرض خير هذا خير يا رب، ونتوكلوا على ربي. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا واحد خوتي، هذا واحد واحد الله، بسم الله. هذا الدوزيام خوتي، عليكم الله يبارك. وهذا هي الطروازيام، طروازيام الله يبارك، طروازيام. هذا كاع ولاد وحده خوتي. هذا كاطريام رابع، الرابع
وهذا الخامس خالتي، الخامس، وهذا هذا السادس خالتي، وهذا السابع الله يبارك، السابع، وهذا يا الثامن، الثامن هذا التاسع خالتي الله يبارك، هذا التاسع، التاسع وهذا العاشر خاوتي، هذا العاشر، العاشر هذا 11 خاوتي، وهذا 12 إخواني الكرام، 12 وهذا خوتي التالي 13 الله يبارك، 13 حبة الله يبارك، بسم الله ما شاء الله. والآن الأنثى راهي وحدها كما راكم تشوفوا، صاي الأنثى راهي وحدها، بسم الله ما شاء الله، جابت 13 الله يبارك، جابت 13 الله يبارك، بسم الله ما شاء الله، ربي يبارك ويزيد ان شاء الله، وربي يوفق الجميع ان شاء الله. نروح واش نديرو خوتي، نحطو لهم اي حاجة تكون من الخضر اخواني الكرام. انا اليوم ديسيديت باش نمدلهم المعدنوس او البقدونس كما تسميوه في بعض المناطق، هذا مليح لهم بزاف، يساعدهم في البداية ويفتح الشهية ويطرد الحشرات وفيه بزاف فيتامينات. حطوا لهم هكذا في الوسط خالتي، هكذا وخليهم ياكلوا منه. راحوا ديجا راهم راحوا دي. ما شاء الله تبارك الله، الآن واش نزيدو لهم خالتي؟ نزيدو لهم شوية عباد الشمس ناسي كالين باش يجبو ياكلو في راحتهم ويديفلوبيو رابيد كيما على بالكم لي زامستير، لي زامستير بالخف يديفلوبيو دوكا في عمرهم 23 يوم، 23 يوم الله يبارك، دوكا غير يلحقو 40 يوم يبداو يتكوبلاو. اخواني الكرام نبداو نفصلو الإناث على الذكور ونكوبليو، ولا باش تبيع هذا هو الوقت المناسب اللي تبيع فيه، 21 يوم، 22 يوم، هذا هو الوقت اللي تنجم تبيع فيه. علاه الوقت هذا مليح في البيع؟ باسكو دوكا ما يضربوش بزاف ويقعدوا في جماعات، مي كي يكبروا يلحق وقت الكوبلاج تاعهم 40 يوم، دوكا يزيدوا 13 15 يوم، يبداو شويه يضربوا على الإناث وكذا. على جال هذا الشيء اللي حاب يبيع يبيع دوكا على البداية، ما يخليش حتى للتالي، قدموا لهم شويه سيكالين مع عباد الشمس مليح ونواصلوا. خاطي السيكالين دائما غطيوها، تخلوهاش مفتوحه، واش الا خليتها مفتوحه ولا تتندى. هاي ليكم تعمر لهم دوبلي هكذا
قوبلي هكذا مكسل. عاوليكم حطيناه لهم في الوسط. الان نزيدو لهم شويه عباد الشمس مليح. عباد الشمس خالتي فاني غطيوها دائما يتغطى باش يبقى لكم شباب. تغرقوا الساشي كي تكملوا باش ما يتندلكمش ويولي عيان. الان مدوا لهم شويه عباد الشمس كما راكم تشوفوا هكذايا، قشرهم داخل القفص هكذا وخليوهم يبداو يتعلموا وياكلوا منه اخواني الكرام. ما شاء الله تبارك الله، هذه كوبلة واحدة خوتي، شوفوا الله يبارك الانتاج تاعها. وبقى بعد ما نحينا الفراخ على لا فيميل هذه، بعد ما نحينا لها ولادها، بعد ما نحينا لها ولادها خوتي، الان واش نديرو؟ الان نقيو القفص تاعنا ونعودوا له نجارة جديدة ونخلوها تريح شوية 3 أيام 4 أيام ونعودوا نعمروها خوتي العزيز، وهكذا على 20 يوم تعود تحط لنا بإذن الله. خوتي العزيز نوصيكم حاجة برك، ينجم كي تنقيو القفص تاعكم هكذايا تنحيولو الخبز هذا الأولاني اللي كان فيه القديم، ومن بعد كيت توضعو نجارة جديدة. دايما خليو شوية تاع الديشي كيما هذا راكم تشوفو فيه، هذا هاوليكم، هذا الديشي هو ناشف ما يدير والو، هو ناشف هذا، دايما تخليوه بجيه كيما راهو ما توشيوهش. تعمر القفص غير من الجهة اللي ما فيهاش النجارة، وهذاك خليه وحط فوق منه، زيد فوق منه هكذا خوتي. تستعملوا نجارة جديدة كيما هذي عليكم. هكذا ترميوه، تعمروا كاع القفص تاعكم مليح بنجارة باش هي تعاود تصيب راحتها خوتي العزيز. هكذا هكذا طريبيا هكذا هي دوك تحوس على البلاصة تاعها اللي مخصصتها كمرحاض داخل القفص اعزكم الله. سي بور سا قلت لكم خليو دائما خليو اللي تبقى. دوكا نعاودو نردو القفص لبلاصتو. هكذا خوتي العزيز اصبح القفص جديد خوتي الكرام. كاينه واحد الملاحظه بسيطه خوتي، انا تشوفوا اني نستعمل لي بيفيت تاع الطيور، لي بيفيت تاع الطيور هاي ليكم، بيفيت نورمال عاديه تاع الطيور ها هي نستعملها خوتي عزيز. هاي ليكم تتنحى وتترجع، هاي لكم خوتي. بعد ما عمرناها بالماء نورمال تمونطيها عادي في لي بارو هكذايا، وشنو تكون شويه عاليه ما ديريهاش قريبه بزاف، باسكو هو ياكل كي ياكل واش يدير قادر يوسخها، دائما ديرها عاليه. بون كاينه واحد الملاحظه مهمه فاني، هادو لي بيفات تاع الطيور، هادو لي بيفات تاع الطيور راني نستعمل فيها هنايا، كاين دي فيميل، كاين دي فيميل ياكلوها، ياكلوا لها هذي هنايا، ياكلوا لها هذا السيبور تاعها هذايا، هذا ياكلوه 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 حتى تتقطع البيفات وطيح. وكاين بعض لي زامستر ما ياكلوش، دوك نتا والكاركتير اللي راك مربيه، باسكو الهامستر معروف البلاستيك الخشب، هو عنده الحديد عنده الزجاج هادو ما يقدرش يثقبهم، بصح البلاستيك والامور الاخرين يقضي لهم الصلاح. هذا كنزيدو لها نعطو لها دوز تاع القزبر، المعدنوس البقدونس مع شويه سيكالين ايضا، وعباد الشمس كالعاده
ونحطوا لها مرسو خبز ونخليوها اتريكي بيري ان شاء الله للولادة الجاية. هكذا بزاف عليها، حطوا لهاش بزاف بزاف، هكذا يكفي. والان نزيدوا لها، نزيدوا لها شويه عباد الشمس كيما هذا كنا حكينا عليه في الفيديو اللي فات. عباد الشمس مليح بالبزاف، مما يمتاز من زيوت ومعادن وفيتامينات، ويساعد الانثى بزاف في المراحل تاع الولاده، يعطي لها القوه باش تكون صحيحه. وراكو شتو الانتاج تاعها، الله يبارك ما شاء الله. كي تتهلا فيها تعطي لك طري بيان، وتعطيهم لك بون سونتي ماشي مراض، وما تدور لكش على ولادها ما تاكلهم لكش. الان نزيدو لها الخبز اليابس، الخبز يكون يابس شويه، ولا شوطوه ولا ديروه في حمسوه ولا ديروه في الكوشه، ولا المهم يكون يابس باش ما ينفخاش كي تاكلو. انا هاو الخبز خاوتي اللي جايبو، وهذا يا كاع جايبو من عند واحد صحيبي الله يعطيه الخير. على كل حال عنده بيتزيريا، هادو كاع يابسين خاوتي، هادو كاع يابسين تو حجرة كاع، هادو كاع يابسين حجرة خاوتي. هادو ما تخدم بيهم، تخدم بيهم ما تبقاش تشري وكاع، ويشدولك يشدولك مدة طويلة بزاف. لو كان تدبر هاذي ثلاث صاشيات ولا ربعة تاع خيشة كبار كيما هاذوما، يشدولك طريبيان كاع. هام ليكم مازالو منا، هاهم راكو تشوفو، هاهم يشدولك مدة طويلة. وتوكل بيهم ليزامستير، حاجة شابة، باسكو هما ياكلو الخبز بزاف خاوتي. ينزم يكون عندهم دايما مرسو تاع خبز، يا لو كان كيما نقولو قد هذا هكذا، اصلا تشوفني نصور بيد وحدة هكذا كيما هذا، هكذا يكون يابس حجرة كيما هذا، تخليوه داخل القفص. هاو ليكم هكذايا، تحطوه حطوه بجي هكذا وتخليوه، معليش. المهم لازم يكون عندها الخبز خاوتي، خاطر الخبز إذا كنت تمشي هنا نهار كامل ولا على الاقل الانثى تلقى واش تاكل، معناتها راح يكون سكور ليها. ودائما الخبز بعدو على الماء، ما ديروش من جهه الماء، الماء راه من الخبز ديرو من هي هكا هكذا خوتي. ربي يوفق الجميع ان شاء الله، وربي يبارك لنا ويبارك لكم ان شاء الله. اللي خصوه لي زامستير جمله مرحبا به، اللي حاب يدير المشروع ولا يسحق طفرات شابين مرحبا به، يتواصل معايا وما كان حتى مشكل. الثمن ماشي مشكل، والسومه شابه. وهذه هي خالتي، انا ماذا بيا نعطيك حاجه شابه، نعطيك سلعه شابه مقيه. كيما انا رحت شريت سلعه شابه باش خدمت بيها، كيما تجي ليا نتايا نعطي لك سلعه شابه تخدم بها خاوتي. اصحاب المحلات ولا اللي يبيعوا الطيور ولا ايضا ليزامستير كاينين، مرحبا بكم. والاثمان في المتناول ما شاء الله، اثمان شابه بالبزاف. اتواصل معايا ما كان حتى مشكل. هكذا خوتي، الى فيديو اخر بحول الله. نكملوا بعد المقطع الثاني ان شاء الله. شوفوا هي دائما، شوفوا دائما تبقى تحوس على بلاصتها القديمه، باسكو هي لا راهي تدور فوكا هكا، كشغل تلفت لها، كشغل تلفت لها بصح كيما نقولوا حنا هاي بدات تقلب. كي تقلب من تحت تلقى، انا على قلت لكم دائما خليو شويه البقايا هذوك تاع الزريعه وال هذاك الفتيات يكون ناشف، ما تخلوش حاجه مشمخه ولا مي حاجه ناشفه، خليها حاجه ناشفه خليها، باش دائما تبقى تشم في الريحه تاع ولادها والريحه تاعها في الدار تاعها. باسكو لو كانت تبدل لها الدار ماشي مليح، ما هي ماذا بها
كما نقولوا حنايا تعقل على بلاصتها، تعقل على بلاصتها. عاد نطلع طلة تالية على الصغار ونشوف. نعم ليكم ما شاء الله تبارك الله، هاي ليكم السلعة خالتي، شوفوا كيف دايرة. سلعة طفرة، ماشي هامستر وخلاص، زيوروش كاع زيوروش راكو تشوفوا فيهم، يغيروا الله يبارك الزين والبهاء. ما شاء الله على كل حال، ما شاء الله، فضل من الله عز وجل، فضل من الله. صح الانسان شويه يتعب ويستفسر، يدي معلومات، سيرتو بروجي تكون داخل فيه ما تعرف عليه والو، باش تضمن الانتاج تاعو وضمن ربي سبحانه. يلزمك تكون يكون عندك بزاف معلومات، تجمع معلومات بزاف، تعرف حياه الهامستر كومبلي من اللي يزيد حتى وين يموت. يلزم تعرف عليه كاع حياته باش تنتج منه، ويلزم خاصة في الشرية كي تروح تشري حاجة تشبيه، لازم تشري الطفرات اللي باينين مقيين، الريش تاعهم شباب أو الشعرة تاعهم شابة، يكونوا هكذايا مقيين زيوروج، يكونوا طفرات يجيبولك فوق العشرة، أو تاكوبلا تجيبلك 13 حبة، تجيب لك 13 ولا 12 ولا يا سيدي نقولوا تجيب 10، معليش نقولوا انت تخدم غير بالكوبلا، الكوبلا تجيب لك 10، راهي 50 في 10 راهي 500000. عندك كوبلا واحدة تجيب لك 500000 في 20 يوم، راك فاهم خويا العزيز. عندك 10 في مالات يجيبوا لك كاع 10 10، عندك 100 حبة، احسبهم نتايا صافا. مشروع لاباس بيه، مشروع مليح، مشروع ما شاء الله يعاون، يعاونك الا كنت داير امور واحد اخرين تعاون بيه. الشهريه اللي تدخل منه مليحه مليحه، تعاون بيها تشري لي زاكسيسوار، تصرف منها عباليش انايا. كل حاجه كيما نقولوا حنايا، كل حاجه خير من عند ربي سبحانه، وكل واحد واش يكتب له ربي في هذه الدنيا، كل واحد كيف ينافيكي، كل واحد كيف يخدم. الدعوه صعب، الوقت صعب، كل واحد واش يحب ربي. وهذه تروح وتولي قاع تبقى توجور هوايه، تبقى هوايه عندها عشاق وعندها معجبين، وكاين ناس تربيها، كاين ناس تربيها باسكو هذوما الكوستو فيهم كبير خوتي، كبير الكوستو، ما يعرفوش غير اللي يكون ماشي لازم هامستر. تقدر يكون كوستوك في الزواوج، تقدر يكون كوستوك في الحوت، في بزاف امور يعني بصفه عامه الحيوانات هذوما فيهم كوستو شباب، سيرتو كي تكون تعتني بهم وتكون تخدم في خدمه شابه بروفيسيونيل مقيه، والبروجي تاعك تصبر عليه وتروح غير بالعقل، درجة درجة حتى تلحق المكاسب جيدة إن شاء الله، وتخدم وتنافيكي وخرمة قاعد، خرمة اللي تقعد قابض الحيط وراك مريح قاعد غليها. حنا بروجي هذايا ماشي غالي، أنا على حبيت نصور هذا البروجي عليه، وعليه حبيت نبداه لكم ب100000. كان عيني لو كان عيني كنت نبداه بلي زاكسيسوار تاعو، نبداه بال كيما نقولو حنايا بلي كاش، بلي زاكواريوم، بلي كابل، بالمشربيه تاع الماء تاعهم، بالديار، بالجعلوله تاعهم، بالرود هذيك اللي تدور. خوتي العزيز، كان هذا هو الفيديو تاعنا لنهار اليوم، ان شاء الله يكون فيه افاده خاصة المربيين الهامستر. أي أسئلة ولا تركوها في صندوق الوصف راح نجاوبوها.